زربان قاري خدام بلبيها مع كابي بلبي بلبيها. وغادي غادي قصة وحكاية البويا المرايا اللي نشوف في راسي ومالي مالي شبيت الحالي فراق الغالي تمنيتك حدايا خليتي غمرة واقفة كاع اللي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها خليتيها مروقة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة وظهر عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ونظام جديد بنات وزعامة وبنات الحديد يحتاج لحبيب معاه قريب وعسيفه حبيبي انا ما بيدو حيلة راه تشوى وقلبي هنيتك فيه انا يا غنداوي خليتي غمرة وادفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة وضار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ابوكم جديد جديد دنيا دوامة وقوم جديد لا توزو عامة وبنات الحديد اختي فاطمة بغيت نهضر معاك بغيت نبقى وحدي عافاك شنو هادشي شوفي بعينك فهاد الدوسي غتلقاي اي حاجه كتعلق بديك مونيا اللي بغيتي غادي تلقايها هنا اختي ايش جاك هادشي انتي الحاج الله يرحمه كان كيعرف واحد السيد في البنك سميتو دريس هو اللي جمع كاع هاد المعلومات على مونيا ودارهم في هاد الدوسي هذا دابا كلشي في سميت سارة اختها حتى حاجة ما في سميتها هي ونزيدك سارة ما فرصتها شي حاجة من هادشي دابا عاد بدا كيزيا اللعب شنو ناوي ديري دابا؟ قرطاس في يدي فردي في جيبي خصني نوقف قدام باش نتيري لها وصل عيني الحاج الله يرحمه كان مأمن جنبو مزيان تما مشيتي كان حاط عيني تما ودريس واحد من هاد الناس كان عارف با الله يرحمه فين ما كان كيتخطر كيدير المعارف سيمانة قبل ما يموت الحاج الله يرحمه دريس حاول يجمع كاع الكليان والمارشيات اللي كتعامل مع مونيا مش حاول يفهم هاد الفلوس اللي داخلين منين جايين ودارهم في شي وعطاهم ليه شي هاد الفلوس اللي كدوزهم لختها وراهم شي حاجه ماشي تا اللي خصني نعرفها الحاج كان متاكد كل الخواض مور هاد الشيخ اختي فاطمه الفلوس عرفناهم فين كيمشيو خصنا نعرفهم منين كيجيو هذاك هو الموس اللي غادي يذبحها انا اهم حاجه عندي اختي فاطمه هي نفعك بشي حاجه علاش ما ديتيش هاد الدوسي لمونيا تتربحي منه فلوس صحاح اللي جبتي ليا حيت انتي اولى ليا بغيتك تكوني راضيه عليا وراه جاتيتي ليا حتى دابا ما عمري ما غادي ننسى الوقفات اللي وقفتي معايا اختي فاطمة كنتي في جنبي فاش حتى شي واحد معقل عليا مني ما كنقولك الخير ديالك سابق وغادي يبقى ديما سابق عزيزي لي هذا الحاج الله يرحمه ما غاديش نعقل عليه فيك الخير واش دير راسك القسمه ديال الاراثه ضرني وصيت العربي واش دير كلشي عافاك العربي بقى بعيد عليا راك تحت جناحي ما غتقش فيك شعره
عمكو الكبير. هادشي يبقى بيني وبينك. تحس بما عمرو دار بيناتنا. هاد البحنة اللي طاحت على هاد الجوج ماشي عادي. اللي فعاك تقلب على اختها. محرين فيه العيشة في هاد الدار. خديجة دابا يقول لي علاش كتعصبي راسك؟ ديري بحالهم وضربي بالبارد. انا ماشي بحالهم، هادوك ما فيهم نفس وكيضربوا غير من التحت، وانا اللي في قلبي على لساني. علاش ما نديروش واحد القضيه حوريه ندوروا على جهتنا ونجرى لعندي؟ جرى لعندك كروسه هي، وانا تنقول ضربه جوج كتجي تنقز عليا في داري، كتجي كتشوفها حتى على العين. وهي الصراحة تحط عليها العين والرأس والقلب وخرج رقع عليا كمارتك الغدار الآخر. تقلبتي ولا شنو؟ تقلبتي خديجة، شكون غادي يبقى يجي يشوفك ويجيب لك الدواسة ديال لافيراي؟ الدواسة؟ أنت كتجيب غير الفرشي، الحديد الصحيح والو، عمري ما شفت منك شي حاجة. لا حبيبة، هاد النوبة جايب لك البونيس تامي الصغير، خبارو ضاعت في لافيراي. وياش تامي ديما ضيع ريحته في لافيراي، شنو اللي جديد؟ هاد النوبة الكبار ما عجبهمش الحال، فاطمة غادا وكتعري لينا في الدواسة ديالنا، وحنا مولفين تخدموا في السكات وتا واحد ما تيعرفنا اش كنديرو. أنا ماشي هادي مشكلتي، مشكلتي هي هاديك الشيطة وختها، دايرين منير بحال خاتم في صباعهم. وهداك الولد عندك أنا مبقيتش فاهمو كاع، غادي ويد دمدم. الولد ها خالو، دمدمت أكثر منو، المسلسع. مونيا ملي خرجتي الصباح وانا كنعيط لك، بغيت نجاوب حتى واحد. حتى انا بالخصوص انت. علاش جيتي؟ كنظن ما بيناتنا شي خدمه، كاين حوايج اخرين. حتى انا هادشي اللي كان كيصحاب لي، ولكن فهمت بلي كانت بيناتنا غير الخدمه. ماشي هادشي اللي كنت كنحس به. كتحس كل يا سليمان تهامي يكون قبل لك على البروجي ديالك، كنتي غتجي عندي. النهار اللي جيتي عندي جيتي حيت كنتي كتحس بشي حاجه من جهتي ولا على قبل الكارني دادغيس؟ وفاطمه سليمان تزوجتي بها حيت كنتي كتحس بشي حاجه من جهتها ولا حيت هي بنت تامي؟ سليمان انت ما كتحش، انت حديده بحالك بحالها، غير هما حديده مسطي وانت حديده مصبوخه. كلشي تبدل الله يحضر السلامة، الجو ولا مسموم، الخدمة تبدلات وهادشي مابقاش كيعجب. الله يهديكم مالكم مقلقين الكبار، غنديو على جوج كلمات تكتبو في الصحافة. نديو عليهم راهم كيجبدو عندنا النحل ها بنت هامي، بحال الصحافة تاع جدريال عندهم زايد ناقص، داكشي اللي وقع يكون بصح ولا كتب اللي كيموم هي الشبهة. واش حنا ناقصين؟ ما قادين على ضواهم. حنا كنخدمو في المستور وفي الظل، ما قادين على شهر، كون كان الحاج باقي حي كون راه مات بالفقصه.
دابا انا اللي خسرت الخدمه في لافيراي. احنا ما قلنا والو، هادشي انت اللي قلتيه. لا قلناها، خليها باش تعرف راسها فين عورتها وصلح الجراد. راه ديك الميكروبه وداك الشماته ما لقاوش منين يدوزوا ليا في الخدمه، بداو كيحفروا ليا في جنابي. لا انت اللي خليتي ليهم منين يدوزوا ليك، حيت كان ولدك بعقله ما غادي يهزر لك داك الدراسو. المال السيب كيعلم غير ولدك على النيت. لا واسيل هاشمي، حنا كنعرفوا بلي الصحافه كيزيدوا فيه. حنا راهينا ما نخبيو عينا ما نكاليو، ولكن هاد الشيء خصو يوقف عند حدو. كلشي غادي يتقادى ديال الاخره، ولكن خصكم تعاونوني. مونيا وسليمان خصي تسدوا عليهم البيبان في لافيراي. فاطمه، حنا راه دايرين غير بوجه باك الله يرحمه. اما شوف الله يرحم لكم الوالدين، سيقوا عندنا الدروج. داود يلا يلا يلا. ما ديري في بالك ولا فاطمه، عادي هادشي كنا كنتسناو منه. عندي باش نكمل مشاه دابا، ولكن غيكثر عليا القيل والقال. ناري على صار عندها غادة خارجة. عرفتك خارجة، فين غادية؟ فين عمرك سولتيني فين غادة؟ ضربتو عاوتاني بحال ديما، ولكن هاد المرة ساليت. وانتوما ديما كدابسو كتعاودو تصالحو، ماشي أول مرة. وسط هادشي كامل راه ما كيستاهلش تبغيه. قبل ما نهضرو واش كنبغي ولا ما كنبغيش، انا ما كنخسرش. قبل ما يلوحني شي حد كلوح. شنو غادا ديري دابا؟ غادا تكملي معاه ولا غادي تخدمي راسك؟ والله ما عرفت. ياك انت اللي كتقولي لي خاصك تكوني قويه وما تعولي على حتى شي واحد. خصني شوية ديال الوقت. المهم أنا غنخرج. سارة خليك معايا، غادي نمشي نشوف ديزامي وغنرجع. متعطليش. قول لي يا حورية، ما كنتيش خدامة في جوجل؟ كيفاش؟ جوجل ما كنتيش خدامة فيها قبل؟ ما فهمتش. حيت فين كاع داكشي تنقلب عليه؟ ريا سي حسن، واش ما كتقعداش؟ السفلى عندك طويل لهاد الدرجة؟ أنا راه مرات المرحوم وفي مقام أختك دخل راسك. اش دخل أختي في الهضرة دابا؟ شتك ما أنت كومقادة فين غادية؟ هذا ولا سميتو دخول الصح، حيت من قدام هاديش لا ما يدار. مشي معاك نوصلك. انا بغيت نبقى معاك على العشيه، بغيت نبقى نشوف فيك. الحاج ما طلعش تيفهم غير في الحديد، تيفهم في الزينه مع سيدي. انت دابا الزين في عيالات الحاج بان لك تجي سنه، زعما اختك خديجه كانت قبل مني، ولا واقيلا ديك الساعه كان كيفهمها في الحديد. ياك غنعاود نقولها لك، انا مرات المرحوم دخل راسك. انت قلتيها، مرات المرحوم والحي اولى من الميت. عرفتي داك الفيديو ديالك انت والحاج شحال عاودتو مرة؟ هذاك الفيديو نبقى نشوف فيه انا ولا شنو؟ دابا راه ولينا في قلة الترابي، حيد من قدامي هذا الشيء واحد، انت اللي غتجبدوا لك المشاكل. هذا اللي غيدخل يحصني،
ما كرهش يكون واقف بلاصتي وقيلا. حيد يدك. اش كديروا استاذ؟ لا والو، غير قلت لها ما تكثرش بالصباغه ديال الشعر لان ما مزيانهش. شد على شعرها. علاش كتهضر معها اصلا؟ خرج عطيني اتساع. علاش غادي يخرج؟ جاي لدار اختو. الا جاي لدار اختو يجلس مع اختو ويقي الشعر اختو، يبعد من بلاد الناس. هذه مرات باك تكون شي احترمها ولا ما غاديش بكم حال. هذيك مرات باك هي اللي خاصها تحترم راسها، وهي كتر من المقله. فين ما بان شي راجل تشعط فيه، وهذاك الشيء اللي لعبات مع باك هي كتعاودو دابا مع خويا. باك بزاف عليكم با، بصي د الرجال ماشي رعواني. برا خرج. سمعتها شنو قالت؟ خالتي هنا دوش دراسك صاحبي، راه باباك وماما غايجيو في اي لحظه. ماما وبابا كاع ما مسوقين ليا. كلشي حالتهم كي كانت ملي كنتي مغيبه صاحبي، ما كنتيش غتقول بحال هكا. تيكون بقيت مغيب وجيت انتحر. كنا باغيين نجربوا الموت كي دايره ساعه ما صدقاتش. تهمي انت عندك الضحك في كل شيء يا صاحبي. الضحك هو اللي تيطول العمر، داك الشيء علاش انا معاك هنا. تهمي حشتك بزاف. صافا سارة كيف بقيتي؟ صافا نعتينا عليك منير. جاك الكوبل ديالنا زوين، قولها ليهم. شكون؟ ماماك صيفط العربي فين ما مشيت تابعني. وانا اختي ما بقى لها والو، دير ليا جي بي اس. دابا نتوما اون كوبل، اش بالك؟ بصحة وراحة. شكرا عتيقة. بسم الله اختي فاطمة بصحتك. هاد خيتي غتاكل معانا في الطابلة. علاش فين خصها تمشي؟ تاكل في الكوزينة. اختي خديجة بانت لي واحلة كثر من القياس. انا اختي ندخل. جلسي للارض، عندك فين غتمشي؟ انا عهد با كنجمعو على طبلة وحدة وما غتبدلش هاد العهد. انا كيبان لي خاصنا نعاودو القسمة بالزربة، تاخد جدة وتمشي بحالها. فاش غتعاود القسمة؟ بحالك بحالها، اللي غتاخديه غتاخدو، وديك الساعة هي اللي غتختار واش تمشي ولا تبقى. أنا هادشي آخر حاجة كنفكر فيها أختي فاطمة، ولا كان شي ربع خد ربحو غادي يكون مول عائلة والناس نعيشو وسط منهم. هادشي اللي بغيت. تربحي عائلة ولا تربحي الرجالة ديال العائلة؟ حشو مالك أختي خديجة، تربح لها دايرة ماشي ديالك، بصح كيبقى فيا الحال. لان الشيطان ما كاينش شيطان قدك. اختي خديجه اجي. كولي. هاي سمح لي بزاف التهامي والله. مره غادي نوصلك ولكن ما تقولش لي ضرب دويره، غنبقى معاك. منير واحد دقيقة با بغيت نهضر معاك. ماما واش مبانش ليك؟ راني اللي عاد خارج من لاكلينيك. هادشي علاش خصك تدخل ترتاح؟ غدا غنمشيو عند البسي. بسي؟
لك مسطي. الله يهديك اصاحبي، واش اللي مشى عند بسي صافي راه مسطي. تهامي سير ولدي دخل ترتاح، بغيتك. صباح الخير يا راك عارفني، ما كنمشي ما كنطل ما كنسول، حتى كل شيء بين يديك حتى يقى فيك. واخا تيقى فيا خصك مره مره تجي تشوفيها. نهار بدا البروجي مركي ما طليتي. ماشي هضرتك هادي يا مونيا، شخبار سارة؟ سارة لاباس عليها؟ شنو هي مع ديك البنت؟ من هو معها والو؟ علاش كتيق فيها؟ سارة كنتيق فيها حيت ما كتشبه حتى شي واحد آخر، عزيز عليها دير الخير، وهي اللي واقفة معايا في الخيرية. تعاونك في الخيرية مزيان، لكن باش تدخلها لحياتك لا. أختها هي اللي خرجت الأخبار ديال تامي ودارت الفضيحة، خلات لافيري كله مقربل عليا. وجاب لافيري المشاكل ديالنا. راه هادشي اللي خصك تفهم أنت وتامي، خدمتنا مربوطة بعائلتنا وبحياتنا، بنية على الكلمة والسترة. إلا كتر الغيط الكبار كيتضروا، وإلا تضروا كيقطعوا لي أنا الموضوع. داك البوعر الصغير ما يبيعش ليا مسمار، والميزان ما يخدمش معايا، من مول الديطاي حتى للجمالة. أنا عارفة العالم ديالكم صعيب بزاف، وصار بعيدة على هادشي وتا أنا. عافاك إلا ما بعد على هاد الأيام، ختها هزة شوكتها علينا، ما عارفينش أش تحت راسها. غير هاد الأيام. المهم يكون خير، أنا دابا خصني نخرج. ما عندك فينا تمشي، تدخل ترتاح. لا ولكن لا ما كاين ولكن، أنت عندك القراية، عندك الخدمة، خصك تنعس باش تفيق أون فورم. دير اللي خاطرك، دخل ترتاح. خرجتي؟ خرجني منير. وماماك؟ ماما غرقة في حربها. اسمح لي يا وليدي، حتى انا لقيتيني غارق في حربي. وانا كيفاش نخرج من هادشي اللي غرقت فيه؟ على هضره ماما نمشي عند البسي، ولا نجيب شي قرايه ونجلس حداك؟ عرفتي شكون اللي سماك تهامي؟ كلشي كيقول تهامي، جدك. ولكن لا، ماماك اللي سماتك تهامي. شوف انا فريط قلب. واش عم كاين شي سلعه جديده ولا كيف ديما؟ كاين سلعه ناضيه، ولكن عشيري راك سيريتي في لوطوروس. دخل عندي الناسيونال. كي الدجاجه كيجوج طلقنا نطير. انت كون ما كنتيش عزيز عليا كاع ما نقول لك هاد الهضره اصاحبي. واش بغيتي تربح الفلوس؟ كاين شي واحد ما عزيزش عليه الدينار، وهاد الطريق هادي راه كلها حبس. يلا دورمي.
واش هادشي بصح؟ نعدم معك الحال. انت اللي تنادم معك الحال. علاش عطيتي الدوسي فيسكال ديال تامي للصحافة؟ ما عطيت شي دوسي لتا شي واحد. الدوسي كان عندنا بجوج. الا ما كنتش انا اللي مخرجاه شكون راه يكون مخرجو؟ انت؟ علاش ما تكونيش انت؟ بيان سور ماشي انا. حيت عارفة الدوسي ما بقاش افيكاس. انا عارف دوسي بحال هذا الا خرج ما غاديش يشوه غير تامي. غيضر حتى فاطمة داودو لاش ما يبغي يبقاش يتعاملوا معها. بيان سور ماشي انا. عندك الصح حيت كدير بحساب العشرة كتبقى فيك فاطمة وكتضربك عليها النفس. الحق ماشي مشكل. المهم عندي عرفت بلي ماشي بوحدي اللي باغي الخدمة بفاطمة. كلب ما قدوش قتلوه باغين يشوهوه في قبرو. كلش من هادوك جوج المسامر الميدا ديال سليمان ومونيا هما اللي وراه هادشي كامل. عرفتها ما غتربعش يديها ما تسرطاش لها ملي عرفتني خلصت كلشي. الا بغيت انا نقدر نمشي عند الصحافه ندبر عليهم يجبدوا لهم بصاره ما كينعشوها الفضيح. العربي غتمشي عند الصحافه وغتعطيهم اللي بغاو باش يسدوا عليا فامهم ويمسحوا داكشي اللي كتبوه ولا غنحرك بهم. غتحرقي عندهم حتى جوج حيوط راه خدامين غير بالتليفون. اجي علاش ما نرفعوش عليهم دعوه في المحكمه؟ ياك حنا مخلصين الضريبه والله يتربحوها. العربي خبرنا ما خصي يديها حد. بصح عندك الحق ولكن ما بغاش تسرط ليا انا الا باك ما يعاودش يجبدوه. هذا عرفت با علاش كنبقى صاحي. معذرو الهاشمي وداود راك عيطو خصك تجاوبهم. طلعت لهم قرض الراس ما عندهم فين يزيدوا يصبروا. لا عليه يصبروا يشربوا البحر. من اليوم خصهم يعرفوا بلي كيتعاملوا مع فاطمه الكماشه انا لا فيراي. العربي نعم سيق عليا الدروج وبالزربه دابا ساعد ما قال بحركك ونكون عندك. ما كاينش طاكسي زعما راك عارف يلاه يلاه بقات 15 جنيه. نعم خديجه شي فيكتيم جديد. فيكتيم نيت غير هو قديم واحد شويه خارجه مره ندفع مع اخوك حسن يخرج فيك تران ويكون مولاه سكران ما يخلي فيك غير السنان. خويا ما لقى معاه من يخرج غير مع بغله القبور. وعلى هذا الحساب حتى الحاج الله يرحمه كان كيموت على بغات القبور حيت خلاك انت مشى كيجري عندي وخوك هو الاخر كيشوفني كيقول غدا العيد. شوفي الحبيبه هذاك الطبع الصيص ديالك راه كاع كنعرفو نديروه. غنقول لك كلمه واحده بعدي من ولدي بعدي من خويا وغتخرجي من هاد الدار ولا ما غيعجبك حال. دابا راه ولينا في جوج كلمات اختي خديجه وانا غنزيدك الثالثه. هادشي كامل اللي كتقولي ما عمره ما غادي يكون. يلاه حيدي من قدامي حيت ما مساليهش. شوفي حيت اللي غادي ندير لك ما غاديش نقولو لك. خديجه راني ما مسالياش لك حيدي من قدامي راه هضرت معاك. لا 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 تلقي 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 التسبيح ديال تامي التسبيح ديال راجلي خليه. اش كيدير عندك هاد التسبيح؟ خديجه تلقى واش غيخليه لك انت خليه ليا انا. ما يمكنش ما يمكنش يخليه لك تامي. اش خاطري خديجه تلقي التسبيح خديجه تلقي.
ولي 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 منير منير ماما شنو درتي شنو درتي ما قلت والو ما قلت والو حورية حورية بلبيها مع كابي بلبي بلبيها.